السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ أستعرض معكم طقم القارورة بالكاسات البوهيمي المختوم الأصلي، وهنبدأ نعرف يعني ايه مختوم والموديل شكله ايه وكل تفاصيله. هنا معانا القارورة، أنا طلعتها من الكرتونة بتاعتها هنا هي، فأنا طلعتها عشان أوريها لكم وأوضح لكم يعني ايه مختومة. عندنا لو شفنا الجزء اللي هنا دي كده، حاول الكاميرا تظهره، أتمنى، متهيألي كده ظهر أهون. دي مختومه بوهيمي، مش لازقه محطوطه مثلا وهتطلع، لا دي مختومه جوه الخامه، جوه الخامه بتاعتها ذات نفسها. هنا هنشوف معانا شكل الكعب بتاع القاروره اهون، معانا شكل الموديل ولونه مميز جوه النيشه بتاعتك او جوه دولاب الفضيات، فانت كده بتميزي نشتك او دولاب الفضيات بطقم مميز جدا، شكلها ظريف هنا من جميع الجهات اهون. الطقم ده بيبقى عبارة عن قارورة وستة كاس. هنا معانا الغطا بتاعها اهو، هطلع الكاس برضو عشان ان انا اوريلكم. هنا طقم، هنا كاس، ستة كاس معانا اهون، نطلع منه كاس. بسم الله، هنا معانا الكاس اهون، كل تفاصيل الشكل بحاول اصوره جزء جزء عشان تحكموا عليه بنفسيكم. قدامنا اهون، تمام، لونه مميز جدا، والكاس برضو عليه نفس الختم، يعني كل قطعة معانا مختومة اهون. بعد كده هنمسحها معانا، كلمة بوهيمي معانا اهون، والكاس معانا اهو. على ما اعتقد كده الشكل الكاس واضح قدامنا اهو، الكاس ذات نفسه حتى هنا لو جينا نشيله قيم جدا، كعب الكاس قيم جدا وكعب القارورة. فالطقم عبارة عن ستة كاس والقارورة يعني سبع قطع، وده تصوير بسيط من تصوير أم كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في انتظار تعليقاتكم وإعجابكم لو المقطع والموديل عجبكم. سلام، مع السلامة.